أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. مرحبا بكم والسلام عليكم طالباتي علمي وأدبي. يتجدد اللقاء بكم في الدرس 20 من دروس مادة التربية الإسلامية، وهو آيات من سورة الحشر من 18 ل 24 بعنوان تعظيم الله تعالى. ويتوقع منك عزيزتي في نهاية درسنا أن تقرأي الآيات الكريمة وتعرفي بالسورة وتبيني معاني المفردات الصعبة الواردة فيها، وتشرحي الآيات وتستشعري أسماء الله في سلوكك وحياتك كمسلمة. في البداية لابد الاستماع من للآيات الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الآيات الكريمة من سورة الحشر، وهي سورة الحشر سورة مدنية نعرف بها. عدد آياتها 24 آية. تعرفنا سورة الحشر على الله تعالى وعظيم قدرته، وأيضا تبين صفات المؤمنين والمنافقين، وأيضا فيها قصة إجلاء يهود بني النضير. طبعا في المدينة المنورة كان يعيش قبائل من اليهود، منهم قبيلة بني النضير الذين تم طردهم من المدينة المنورة لخيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر قصة طردهم واردة في سورة الحشر، ولهذا لها سورة الحشر اسم آخر، فهي تسمى أيضا بسورة النضير. ومحورها الأساسي المواجهة بين الحق والباطل والإيمان والكفر، وأن الله سبحانه وتعالى دائما سنته في خلقه أن تكون الغلبة والنصر للحق وأنصاره. هذا التعريف بسورة الحشر. سورة الحشر اشتملت على مجموعة من الأوامر والتوجيهات الربانية. أول هذه التوجيهات تقوى الله تعالى، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تلاحظي ورود كلمة اتقوا الله أو عبارة اتقوا الله واردة مرتين في الآية الكريمة. والتقوى معناها بناتي
هي مخافة الله، أو كما عرفها الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، فقد عرف التقوى فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، إحدى التعريفات للتقوى. والتقوى الوارد يعني معناها في كتابنا هي أن نخشى الله أو نخافه ونتجنب غضبه عز وجل وعذابه، وذلك بفعل ما أمر وترك ما نهى. إذا الآية الكريمة، هناك الآية الأولى تتحدث عن تقوى الله تعالى، ووردت هذه العبارة مرتين، هذه الآية مرتين، تقوى الله أو اتقوا الله مرتين في الآية الكريمة، لتأخذ معنيين. المعنى الأول معنى عام، وهو الخوف من الله وتجنب عقابه بفعل ما أمر. إذا الإنسان التقي هو من يخاف الله ومن يفعل ما أمر الله ويترك ما نهى عنه الله، وهذا هو المعنى الأول والعام في الآية. وفي الآية أيضا معنى خاص للتقوى، وهو المعنى الخاص الثاني هو أن يحسن الإنسان. يقول الرجل لآخر اتق الله، بمعنى حسن عملك، احرص على إتقانه وجودته. وإذا الله سبحانه وتعالى، الأمر الأول وارد في الآية تقوى الله بمعناه العام ومعناه الخاص. وقد ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: إن الله خبير بما تعملون. ومن هنا يتعلم الإنسان والتوجيه الرباني أن على الإنسان أن يحاسب نفسه على ما قدم وأخر من خير وشر، لأن هناك يوم الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب الناس على أعمالهم يوم القيامة، فيتقبل من المتقين، ويكون هذا اليوم حسرة على العصاة من الناس. الأمر الثاني الوارد في الآيات هو التحذير من الإعراض عن أوامر الله تعالى، بقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. كيف ينسى الإنسان الله؟ ينسى عندما لا يلتزم بأوامره عز وجل، وتكون النتيجة أن الله عز وجل ينساهم، بمعنى لا يوفقهم للأعمال الصالحة، والجزاء من جنس العمل، وبالتالي فهم محرومون من الجنة ونعيمها يوم القيامة. ولا تكونوا كالذين، إذن ينهانا الله سبحانه وتعالى ويحذرنا من الغفلة ومن نسيان حق الله، ويحذرنا من الغفلة عن ذكره عز وجل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا ذكره، نسوا التزام أوامره، وتكون النتيجة أن الله نسيهم، بمعنى حرمهم ولم يوفقهم للأعمال و المفيدة للآخرة، وبالتالي يكون من أهل النار، وقد وصفهم الله بالفاسقين، أولئك هم الفاسقون. طبعا الفسق بناتي هو معناها الخروج عن طاعة الله عز وجل. وفي الآية التي تليها الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى بقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. إذن الآية الأولى تحدثت عن المتقين، والآية الثانية تحدثت عن الفاسقين، والله سبحانه وتعالى يؤكد أنه لا يستوي، لا مقارنة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب النار هم الفاسقون، وأصحاب الجنة هم المتقون. أصحاب الجنة هم الفائزون، والفوز الحقيقي هو الفوز بالجنة بإذن الله، فالفرق واسع بين الفريقين. في الآية تتوسط الآيات، الآية الثالثة والتوسط في الآيات يتحدث عن القرآن الكريم. فالإنسان حتى يكون من المتقين وحتى لا يكون من الفاسقين عليه التزام ما ورد من أوامر في القرآن الكريم، وما واجتناب ما نهى عنه القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى يوضح يظهر معظما للقرآن الكريم ومبينا قدره عند الله عز وجل، والذي ينبغي أن تخشع له القلوب لما له من وعد ووعيد. فالجبال مثلا، الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا الجبال على غضتها وقسوتها، أنها لو فهمت القرآن الكريم لخشعت وتصدعت خوفا من الله. فكيف بكم أيها البشر، أنتم أيها البشر لا تلين قلوبكم، ولا وقد فهمتم أوامر الله الواردة في القرآن الكريم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبالتالي الله عز وجل يوبخ هنا وفي هذه الآية توبيخ لمن؟ توبيخ لكل إنسان يعرض عن القرآن الكريم وعن تدبره وعن التزام أحكامه وأوامره الواردة في القرآن. إذن الدلالة هنا وضرب المثل هذا توبيخا للإنسان على عدم التدبر والعمل والتزام الأحكام والأوامر الواردة في القرآن الكريم. الأمر الآخر الذي تتناوله الآيات هو تعظيم الله تعالى بأسمائه الحسنى. نحن كمسلمين من أهم أركان الإيمان، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته الحسنى، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء منزهة كاملة، منزهة عن كل عيب وعن كل نقص، وهذا وارد طبعا في الآيات الكريمة. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول في: إن لله 99 اسما من أحصاها، اسما برواية أخرى من غير 100 إلا واحد، 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. معنى الإحصاء بناتي، معنى الإحصاء هو معنى الإحصاء نعود معنى الإحصاء حفظ. طبعا لو ذكرنا كم عدد أسماء الله، أو سألت كم عدد أسماء الله الحسنى، لا تقول 99 اسما، لأنه في حديث آخر للنبي قد تحدثنا عن في أركان أو الإيمان بالوحدانية الله سبحانه وتعالى، ذكرنا أن لله أسماء لا يعرفها إلا هو عز وجل. ولكن ما ذكر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية 99 اسما، من أحصاها بمعنى من حفظها، من دعا بها، من تدبر معانيها، من ظهرت آثارها على سلوكه، هو من أحصى هذه الأسماء وكان جزاؤه دخول الجنة. إذا هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. طبعا أسماء الله الحسنى يجب أن يكون لها أثر واضح في حياة المسلم. فالأسماء الواردة هنا: الرحمن، عالم الغيب والشهادة، أيضا والرحمن الرحيم. فالمسلم الذي يستشعر أن الله عالم بالحاضر والغائب، ما نخفي وما نعلن، هذا الإنسان الأصل به دائما أن يكون حريصا وخائفا من الله سبحانه وتعالى، ويخشى الله سبحانه وتعالى، ويحرص على طاعته، ويخلص في عبادته لله. إذا عندما يوقن المسلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم الحاضر، يعلم الشهادة، عليه أن يكون دائما في طاعة لله سبحانه وتعالى، ولا يغفل عن ذكره، ولا يغفل عن التزام أوامره في السر وفي العلن. وأيضا الإنسان الذي يعلم أن الله رحمن رحيم بعباده في الدنيا وفي الآخرة، هذا يبعث في نفسه أولا الرجاء برحمة الله، دائما يظن بأن، يحسن الظن بالله أنه سوف يرحمه وسوف يكون من أهل الجنة من ناحية، ومن ناحية أخرى يلتزم سلوك الرحمة مع الناس والمؤمنين وغير المسلمين منهم، فيتراحم الناس فيما بينهم استشعارا بهذا الاسم العظيم. وأيضا في الآية التي تليه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك.
المتصرف المالك المدبر لهذا الكون، وبالتالي لا يخشى المسلم إلا الله عندما يستشعر هذا الاسم العظيم. القدوس، ما معنى القدوس؟ القدوس تعني المنزه عن كل ما لا يليق به من نقائص. طبعا هذا كله وارد في المفردات، القدوس المنزه عن كل ما لا يليق به من النقائص، ومنها نقول الأحاديث القدسية. أيضا السلام، السلام بناتي، ذو السلامة من كل نقص وآفة، وهو مصدر وصف للمبالغة بأن الله ذو سلامة من كل نقص وآفة. وأيضا المؤمن الواهب الأمن، وقد أمن خلقه أن يظلمهم، فالله لا يظلم عباده، وما كان ربك بظلام للعبيد. نفى الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات عن نفسه الظلم عز وجل. إذن المؤمن معناها الواهب الأمن، وقد أمن الخلق أن يظلمه الله سبحانه وتعالى، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم. أما معنى المهيمن فمعناها الحافظ الرقيب على كل شيء. أما العزيز فتعني أن هو الله القوي الذي لا يغلب، والجبار الذي جبر حال خلقه أي أصلحهم. المتكبر بمعنى الذي يتكبر عن كل ما يوجب النقص أو الحاجة، والصفات النقص عموما. سبحان الله، ينزه الله عن كل نقص وعيب وعن كل ما أشركوا به غيره عز وجل. الآية الأخيرة، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أود أن أوضح هذه الأسماء من خلال مثال عزيزاتي، الخالق والبارئ والمصور، ولله المثل الأعلى. أمر الله عز وجل بين الكاف والنون، كن فيكون، على الصفة التي يريدها وعلى الصورة التي يختارها. أعطي مثال واقعي، عندما نريد أن نبني بناء أو برجا أو عمارة أيا كان، فنحتاج لمن يقدر ما لا بد منه من حاجات ومستلزمات لهذا البناء، كالحديد والخشب، المساحة، الطوب، الأرض، إلى غير ذلك. ونحتاج أيضا إلى من يتولى أعمال البناء، ونحتاج أيضا لمن يريد أن يزين هذا البناء من زخارف، من ديكورات، من مستلزمات مهمة ضرورية أو غير ضرورية، زينة لهذا البناء. فنحتاج إذن لمهندس، فإذا من يقدر الأحجام، المواد، الكميات، المطلوب لهذا البناء، ونحتاج من ينفذ هذا العمل، ونحتاج إلى من يزين هذا العمل، ولله المثل الأعلى. وكذلك أفعال الله بين مقدر وبين موجد وبين مزين، فالله خالق ومقدر، والله بارئ وموجد، والله مصور ومزين. فالخلق تعني التقدير، والبرأ البارئ تعني التنفيذ، ولله المثل الأعلى في كل شيء. هذه هي آيات سورة الحشر التي يجب أن نستشعر الأسماء الحسنى الواردة فيها ونعيش فيها في حياتنا. فالمسلم لا يخشى إلا الله، دائما يحرص على رضا الله، يجبر بالخاطر استشعارا باسم الله الجبار، يتكبر عن كل النقائص استشعارا باسم الله المتكبر، يأمن الناس بوائقه من اسم الله المؤمن والسلام. وإلى هنا انتهى درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.